بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في الفيديو اللي هنتكلم على ما قبل مباراه برشلونه وبايرن ميونخ، تحليل فني وتحليل تكتيكي، هنتكلم من كل النواحي وكل التخوفات اللي بالنسبه لنا احنا جمهور برشلونه من المباراه دي. كلنا خايفين من المباراه دي، مش هنقعد نشتغل بعض، مش هنقعد نضحك على بعض. الفريق الوضع بتاعه بيقلق وبيخوف جدا. الناحيه الثانيه فرقه بايرن ميونخ الاوضاع مستقره جدا، السيد ناجلسمان بدا ان هو يلاقي التوليفه السحريه من بدايه الدوري الالماني اللي هو مفترض ان هم دوري بيلعبوه في قطب واحد، فالماني بيسيطر عليه هو بايرن ميونخ. حتى كمان لما بيطلع له فرقه نفس زي ليسبيك بيروح كمان يجيب القائد بتاعهم ويروح يجيب المساك بتاعهم وجاي، وكمان بالصدفه كده يجيب المدرب بتاعهم وجاي، اللي هو ايه يا اسطى ما تاخد النادي كله وخد معاه جمهور هديه. لا هم جايبين لنا بس المدرب ناجلسمان، وناجلسمان راح جاب اوباميكانو، وبعد كده شاف ان هو في مشكله في نص الملعب فراح جايب مارسيال سبايتايزر قائد فرقه ليسبيك، اللي هو بسم الله ما شاء الله ايه الجمال والحلاوه ده يا جماعه. قال لك لا دي احترافيه يا باشا. انما احنا بقى عندنا هنا برشلونه شايفين ان في مشكله كبيره جدا. الميركاتو ما عجبناش، اغلب جمهور برشلونه كان قاعد بيقوم بدور المحاسبين مع السيد خوان لابورتو، كله قاعد يقول لك النادي صرف كام، النادي وفر كام، النادي بقى ليه، النادي بقى عليه ايه. وقعدنا ننسى خالص حوار ان احنا محتاجين مساكين وحوار ان احنا محتاجين فراوده علشان خاطر لقينا الميركاتو قفل معانا وجبنا لوك دي يونج مهاجم اتشبيليه. تمام، ما عنديش اي مانع. بعنا انطوان جريزمان وبعنا ميسي، ومفترض ان احنا بنحضر مباراه زي مباراه بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا. نسكت بقى على كده ونركز والمدير الفني بتاعنا ما يتكلمش؟ لا 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 ما ينفعش يا باشا، لازم يديك تصريح كده يقول لك احنا عندنا لعيبه مميزين ولعيبه جيدين بس مش متحيد المنافسه على اللقب بتاع دوري ابطال اوروبا. احنا هنقدم اللي علينا يا جماعه، بس والله احنا بنفرش للارضيه بتاع ان احنا ممكن نتغلب عادي ماتش بايرن ميونخ. طب واحنا فعلا ممكن نتغلب ماتش بايرن ميونخ؟ للاسف يا عزيزي عايز اقول لك ان بنسبه كبيره جدا ماتش بايرن ميونخ صعب جدا ان احنا نطلع كسبانين في الكامب نو، لان برغم ان احنا عندنا غياب كبير جدا وهو ناحيه الشق الهجومي بتاعنا علشان خاطر مضطرين نلعب بفيليب كوتينيو. كوتينيو اللي بقى له 9 شهور ما لعبش، كوتينيو هو الوحيد دلوقتي المتاح علشان خاطر مش مصاب، وكوتينيو هو المفترض يلعب قدام فرانك دي يونج ناحيه الشمال علشان خاطر احنا عندنا مدرب مجبر يلعب 4-3-3 عافيه، علشان الاداره بتاعتنا شايفه ان 4-3-3 دي احنا حققنا بيها كل حاجه في عالم كره القدم، فلازم كومان يشتغل ب 4-3-3. حتى لو ما عندناش العناصر اللي تشتغل 4-3-3 لازم نلعب 4-3-3. الاداره عايزه كده يا باشا، وتمام الاداره عايزه كده، هنلعب 4-3-3. بوسكيتس في نص الملعب هو وبيدري وفرانك ديونج، دي التركيبه الوحيده اللي احنا بنمتلكها في نص الملعب تمتلك قوه. الشق الدفاعي ربنا يستر عشان خاطر مضطرين نلعب بسيرجيو روبرتو ناحيه اليمين، واتمنى ان يكون اروخو وبيكيه هم اللي موجودين، ما يكونش بيكيه وموجود جنبه ايريك جارسيا، لان بيكيه وايريك جارسيا انت هتدي فرص غير طبيعيه لاعيبه بايرن ميونخ من ناحيه السرعات ومن ناحيه الكره العاليه، فاعتقد ان دي هتكون حاجه سلبيه جدا لو الراجل بدا بكره بايريك جارسيا، علشان كده اتمنى ان هو يبدا باروخو. الناحيه الثانيه مفيش غير جوردي البا، ما عندناش حد غير جوردي البا يا باشا، زي ما قلت لك هجوميا ممفيس ديباي كده كده الحاجه السنه الوحيده اللي احنا مستنيينها في برشلونه الايام دي هجوميا هو ممفيس، ولوك دي يونج هيبدا اساسي علشان خاطر مارتن بريسوايت مصاب، فلوك دي يونج مع للاسف مضطرين نبدا بيه هو وفيليب كوتينيو علشان ما عندناش حلول غير كده. الناحيه الثانيه بقى احنا بنلعب فرقه زي ما قلت لك لها التوليفه السحريه مع السيد ناجلسمان، ال 4-2-3-1 مستمرين بيها بمزاجهم عشان خاطر هم ما بيفرضوش عليهم حاجه هناك في بايرن ميونخ، الكلام ده المدربين هم اللي بيعملوا اللي هم عايزينه. 4-2-3-1 طبعا هيكون فيها نوير وهيكون فيها دافيز ناحيه الشمال، والراجل الفتره المباراه الاخيره قدام ليسبيج لعب بلوكاس ديونج، قبليها كان بيلعب بزوليه وميكانو ثابت في المساكين، والناحيه الثانيه بافارد، يعني هو في 3 ثوابت دافيز واوباميكانو وبافارد، بغير بس في لوكاس هرنانديز هو وسولي، فاعتقد ان هو ممكن بكره يبدا بسولي علشان خاطر يفاجئنا ان انا لعبت ماتش ليسبيك بحاجه وهجي العب قدام بايرن قدام برشلونه بحاجه ثانيه خالص، وعادي جدا عندك لعيبه متاحه اعمل اللي انت عايزه. نص الملعب جورتسكا وكيميتش، جورتسكا وكيميتش هيكونوا ثوابت بكره. الحاجه اللي ممكن تتغير ان هو يلعب جمال موسيرا قدام كيميتش ومولر صانع العاب، والناحيه الثانيه ساني اساسي. في حاجه بقى ممكن ان هو يعملها ان هو يقرر يلعب مارسيال سبايتايزر مركز 10 ويرحل توماس مولر ان هو يلعب بيه فيرو الثاني مكان جمال موسيرا وما يبداش بيه، فدي الحاجه اللي هو ممكن يعملها طبعا في الثلاثه اللي تحت ليفاندوفسكي، انما ليفاندوفسكي كده كده هيكون موجود. مش عايز اقول لك ان برشلونه كده كده هتسيب نص الملعب لبايرن ميونخ، لان دي حاجه طبيعيه بنص الملعب بتاع بايرن ميونخ ان هم ينزلوا مسيطرين على الكوره كويس جدا، وان برشلونه
تبدا ان هي تتراجع، وهنا هتبقى مشكله برشلونه الدفاعيه ان هو هيعاني مع ليفاندوفسكي وهيعاني كمان مع ساني اللي بيعدي واحد على واحد بسهوله كبيره جدا. فلما تلاقي ساني بيلعب قدام جوردي البا فلازم بصراحه ان احنا نخاف ونقلق. وجورتيسكا الفتره الاخيره بيقدم ادوار مميزه جدا، حتى لو اللاعب مش عايز يجدد عقده بايرن فالراجل جوه الملعب الراجل تركيزه عالي جدا، الراجل مركز مع شغله، مش مهم هجدد ولا مش هجدد، ال 90 دقيقه بنزل بعمل اللي عليا. كيميتش واحد من افضل ديفندرات العالم، يعني حتى في اسوء حالاته بيكون افضل بكتير جدا من اسطوره زي سيرجيو بوسكيتس، فمش هنتكلم على بوسكيتس كتير. عندنا بقى بافارد هيعمل ادوار هجوميه هو ودافيس، ودافيس لما يعمل ادوار هجوميه وقتها يا نهار اسود ده احنا ما عندناش سيرجيو روبرتو، فربنا يستر يا اسطى. من ناحيه ان احنا بسم الله ما شاء الله نص ملعبنا بايرن هينزل يسيطر على الكوره، وخط دفاعنا هيعاني مع ليفاندوفسكي، وكمان الاطراف بتوعنا هيعاني كتير جدا مع جمال موسلر لو لاعب وسانيه لو لاعب، فهتلاقي ان بسم الله ما شاء الله ايه يا معلم الحاجه اللي احنا ممكن نقدمها في المباراه. بصراحه كده تكتيكيا وقبل اي حاجه انا ما اضمنلكش كومان من هنا لحد الكاميرا، وما بين هنا والكاميرا تقريبا ربع متر ربع يارد، يعني تقريبا كده 10 ياردات، ال 10 ياردات دول ما اضمنلكش فيهم كومان ان هو هيقدر يفكر لمباراه بايرن ميونخ. يا باشا الراجل عمل مؤتمر صحفي زي ما قلت لك كده بيحضر بيفرش بيفرش كده يا جماعه، اللي هو على فكره مفيش مشكله لو خسرنا في الكامب نو اللي هو يا اسطى خلي بالك دول عالم مفتريه، دول لسه كسبانين نسبه 4 والماتش اللي قبليه كسبانين 5 والدنيا بالنسبه لهم ضايعه، دول لعب 4 ماتشات يا باشا جايب منهم 10 نقط يعني متعادل بس متعادل. تقول لي ما احنا لعبنا 3 ماتشات ومتعادلين، قال لك لا احنا بنقدم مستويات متذبذبه عكس بايرن ميونخ اللي بيقدم مستوى واحد بس، بدا الدوري بتعادل بعد كده الفرقه بدات تقوم وبدا يكون ليها شكل واضح ومحدد مع السيد ناجي الزمان، عكسنا احنا تماما يا باشا. احنا بص بدانا اول الدوري قلنا الله اكبر الفرقه من غير ميسي ايه الجمال والحلاوه دي، ريحه كاتالونيا بدات ترجع ولا ماسيا هتبدا تطلع لنا مواهب. تاني ماتش لعبناه مين اللي غير النظام؟ مين اللي لعب في النظام يا جماعه؟ ما كنا حلوين اول ماتش لقينا لا لا يا جماعه ده احنا كنا بنفرحكم بس باول ماتش وبعد كده هو ده الواقع الملموس. هنكتشف ان احنا عندنا مشاكل دفاعيه من الاثنين مساكين سواء بيكي او اروخو او ايريك جارسيا، الثلاثه اللي بيبدلوا مع بعض عندهم مشاكل كتير جدا. جوردي البا من ساعه ميسي ما مشي وهو مش شايف قدامه، الناحيه الثانيه سيرجيو روبرتو حسبي الله ونعم الوكيل، نص الملعب سيرجيو بوسكيتس بيقدم ماتش حلو و10 ماتشات سيئين، فرانك ديونج مستواه ثابت، بيدري مستواه ثابت، ممفيس دبي مستواه ثابت. المشكله بقى في اللي موجود فيرويد واللي موجود الناحيه الثانيه سواء انطوان جريزمان او مارتن بريسواي كانوا بيقدموا اداء سيء، فاحنا كنا بنعاني معاناه كبيره جدا ان احنا عندنا لعيبه في الملعب مستواها ثابت وعندها مردود ثابت بتقدمه طول المباراه واغلب المباريات، وعندنا لعيبه ثانيه ممكن ماتش تلاقيها ميسي في نفسها زي مارتن بريسوايت كده اللي بدا الدوري بجونين وبعد كده بسم الله ما شاء الله راح واعد وبارك ومتعور. بقول لك هنبدا بكوتينيو عشان ما عندناش غير، انت مستني مننا ايه هجوميا؟ مستني مننا هجوميا ان احنا نطلع مرمى بقنا؟ احنا ربنا يكرمنا ماتش بنفيكا وماتش دينامو زغرب ونعدي الموضوع على خير علشان خاطر ماتش بايرن ميونخ كلنا قاعدين بنقول يا رب اقل الاضرار، يا رب واحد او اثنين، يا رب ما تفشش لثلاثه واربعه علشان خاطر احنا مش طايقين واحنا فينا اللي مكفينا. وتسال ابا شنو يقول لك خايف من ماتش بايرن ميونخ؟ انا شد ثمانيه يا باشا خايف من اثنين او ثلاثه، انت عبيط ولا ايه؟ بس مع الاسف عزيزي ماتش بايرن ميونخ بكره زي ما قلت لك كده هتجيبها يمين هتجيبها شمال تكتيكيا فنيا اي حاجه لان الموضوع صعب. ده حتى في المؤتمر الصحفي سالوا مانويل نوير بيقول له افتكر كومان هيستغل ال 8 2 ويحفز اللعيبه اللي هم حفز ايه ده؟ هيحفز ازاي بطريقه سلبيه؟ انت بتقول ايه يا جماعه يعني؟ ازاي يحفز وهو اساسا ما عندوش عناصر قوه جوه الملعب تسمح له ان هو يكون منافس لنادي بايرن ميونخ؟ يا جماعه مع الاسف احنا فعلا وصلنا لمرحله ان احنا مقلقين جدا من ماتش بايرن ميونخ، ربنا يستر وعدي الماتش ده على خير. طبعا لو وصلت معايا لحد ما تبريز اعمل لايك للفيديو لو عجبك، لو ما عجبكش اعمل سبسكرايب. ولو عايز